أبدى العديد من لاعبي المنتخب الوطني الجزائري تضامنهم مع الطفل المغربي ريان الذي وقع في بئر ولم يتم الوصول إليه حتى الآن لإنقاذه. ونشر لاعب المنتخب الوطني صورة لطفل ريان عبر صفحاته في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين تضامنهم مع الطفل المغربي الصغير. والبداية مع الدول الجزائري سعيد بن رحمة لاعب ويست هام الإنجليزي، حيث تفاعل مع قضية الطفل المغربي ريان مبديا تضامنه معه. ونشر بن رحمة اليوم الجمعة عبر حسابه الخاص على إنستغرام صورة للطفل المغربي ريان. كما أرفق الدولي الجزائري هذه الصورة برسالة طالب من خلالها الجميع بالدعاء للطفل ريان للنجاة من محنته. وتأتي هذه الخرجة من سعيد بن رحمة على خطى مواطنيه رياض محرز وسفيان فيغولي اللذان أبديا بدورهما تضامنهما مع ريان. من جهة أخرى عبر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن تعاطفه مع الطفل المغربي ريان العالق في البئر بإحدى قرى الشمال المغربي. وكتب بن ناصر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وتويتر: تحلى بشجاعة ريان، العائلة وكل الذين يقومون بعملية الإنقاذ. وأضاف: الله يحميك ويسهل الأمور. هذا وعبر الإعلامي الجزائري والمعلق في شبكة بي إن سبورتس القطرية حفيظ الدراجي عن تضامنه الكامل مع الطفل المغربي ريان وأسرته ومحبيه، داعيا الله أن ينقذه من داخل البئر الذي سقط فيه ويقبع بداخله الآن. ونشر الدراجي في تغريدة له على تويتر صورا من موقع إنقاذ ريان وعلق عليها بالقول: قلبي مع الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر بعمق 30 مترا في قرية قرب مدينة شفشاون شمال المغرب منذ أكثر من 45 ساعة. في اليومين الأخيرين اهتم رواد الأنترنت الجزائريون بمصير الطفل المغربي ريان العالق في بئر منذ أكثر من يومين، حيث هز قلوب ومشاعر كل الجزائريين ولا حديث لهم إلا عن حادثة الطفل ريان.